نروح لأخبار القلعة البيضاء. نادي الزمالك ونبدأ من عند المهاجم الفلسطيني عمر فرج مهاجم نادي آيك سويدي، وتسلم مسؤول النادي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، وذلك بعد توقيع اللاعب لعقود انتقاله بالإيميل. ومن المنتظر أن يصل عمر فرج للقاهرة ينضم لصفوف نادي الزمالك بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده والمقام حاليا استعدادا لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. أما عن أخبارنا التانية فمسؤول الزمالك بيفكروا في استعارة محمود جهاد لاعب وسط فاركو بدلا من شراء اللاعب، وذلك بسبب مغالاة فاركو في المقابل المادي المطلوب في الصفقة. بيسعى مسؤول نادي الزمالك أن تكون الإعارة بنية البيع النهائي، واتفق مسؤول الزمالك على تكثيف المفاوضات مع إدارة فاركو لسرعة حسم صفقة اللاعب، خاصة وأن جوميزي جوماز رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد أن تم عرضه عليه. وبيذكر أن الزمالك يسعى لإنهاء باقي صفقات الفريق في أقرب وقت حتى يستطيع المشاركة مع الفريق في السوبر الإفريقي. تحدث البرتغالي جوزيه غوماز المدير الفني لنادي الزمالك مع اللعيبة على أهمية الفترة اللي جاية بالنسبة للفريق بسبب المشاركة في أكتر من بطولة، وأكد لهم على ثقته الكبيرة جدا فيهم، وإن هما لازم ينزلوا قصارى جهدهم في الفترة اللي جاية، وإنه لن يكون في أي مكان محجوز لأي لاعب إلا من خلال تفانيه في التدريبات. كمان أشاد بمستوى الثنائي حسام أشرف وأحمد محمود، وإنه راضي عن أدائهم في التدريبات. حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة مطولة مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية واللي أقيمت أمس الأربعاء بمعسكر الفريق في برج العرب. شهدت الجلسة حديث ما بين مدير الكرة وقائد الفريق حول أهمية المرحلة المقبلة والدور المطلوب من كل فرد بالفريق في الفترة اللي جاية علشان يتم تحقيق الأهداف الموضوعة من إدارة النادي على المستوى القاري والمحلي. وأكد عبد الواحد لشيكابالا إن عليه دور كبير ككابتن للفريق، وطبعا علشان يلم شمل اللعيبه للفوز بالبطولات في الفتره اللي جايه، وبيستعد نادي الزمالك لمواجهه فريق الشرطه الكيني المقرر ليها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمه الكينيه نيروبي في ذهاب دور الاثنين و30 لبطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. مشاهدينا لسه هنتكلم مع حضراتكم في الجانب الفني والتحليلي مع نجمنا اللي منورنا النهارده بعد الفاصل الكابتن محمد كمونه نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. انتظرونا بعد الفاصل في صباح انصار.